وش العيب انك تخطب البنتك؟ وش العيب؟ انا اعرف الحين يتابعني مجموعة من بناتي وخواتي تأخر الزواج عنها، وانا اقولها ارفعي راسك ما عندك مشكلة، ارفعي راسك الحمد لله تزوجتي مبكرا تأخرتي، ذلك فضل امر الله سبحانه وتعالى. كثير من الاباء حرم بنته الزواج بحجة ان فلانة اكبر منها اختها، ولا والله عيب انا اروح اقول يا فلان تعال تزوجها. يا جماعة قصة موسى مع شعيب، لما جاء موسى وسقى للمرأتين ثم تولى الى الظل، الله ماذا قال؟ فجاءته احداهما. طبعا شوفوا موسى جاي فقير وطالع من بلده هربان ولا مع اكل، يمشي 9 ايام ويبغى موية يبغى يشرب ولا قدر ياخذ شيء من حق الناس، يوم شاف البير هذا سقى له ماء مروءة، وكان ينتظر لما يخلص وش يقولون له، تفضل صح لا لا. الغريب انهم راحوا، ولذلك الله ذكر شكله كني اشوف الان، قال ثم تولى الى الظل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. شوي قال الله الفاء، هذا فاء التتابع المباشرة، قال فجاءته احداهما. شوفوا ما جاءوا الثنتين على طريق الاسواق، هم كانوا ثنتين صح، خلاص خلصت حاجتهن راحة، رجعت واحدة وشو لا يرجعون ثنتين؟ الحين تروح واحدة تشتريها شباصة ويروحون 6 حريم، نروح نشتري شباصة ويروحون يدوجون عشان شباصة، وهذه تقول راحت واحدة خلاص ما عاد رجعت ما لي حاجة ارجع. فجاءته احداهما واحدة وتمشي، ما قال مسرعة، على استحياء ادب، ان ابي، شوفوا الكلام مختصر، شلونك يلا حيا ما قصرت صراحة انت رجل في روعة، ما في كلام لف، كلام مختصر، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، انت هالكلام، ما عندي كلام وتميع وكلام جزل. لما راح له شوفوا مع البنت ما تكلم، لما راح لابوها قال فقص عليه القصص، دق حنك انبسط خلاص مع رجال ما عندي مشكلة، قص عليه القصص. هنا وش قال شعيب؟ الاب الفاهم اللي يفهم بناته، قال طبعا البنت قالت لابوها يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. نصيحة للازواج، اذا بغيت حرمة اول صفة فيها الحياء، وثاني صفة فيها العقل، هذه دليل انها حية، جاءت احداهما تمشي على استحياء، العقل يدل على قولها يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. هو فهم البنت انها تبي الزواج، قال له بعد ما سمع شو يقول قص القصص، يعني عرف اخباره وعرف من هو ولد مين وليش جاي، سأل عنه وعرف وضعه، تأكد انه رجل يستحق التزويج، فقال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي. ترى عمل الخير، انا اقولها للبنات اللي تأخر عنها الزواج، ولا وحدة عندها بنت تأخر زواجها، ولا اب عندها اخت ولا بنت، ترى فعل الطاعة فعل الخير يعني العمل المعروف يعجل بزواج البنات المتأخر عنهن الزواج. البنت وش سوت؟ موسى وش سوى؟ سقى لهما صح؟ وش الله عطاه؟ وظيفة وبيت وزوجة بسبب انه سقى. وشعيب ايضا، طبعا شعيب هنا مو بالنبي بالمناسبة، لما ناداه ووظفه واطعمه وسقاه تزوج بنته وخدم عنده في بيته، والبنت لما دلت ابوها على الفعل هذا وانها تبغى تجازيه، جازاها الله بالزواج والعفة والبقاء مع هذا الزوج الصالح الذي اصبح نبيا من اولي العزم. وله بعيب، تعرفون قصة عمر بن الخطاب انتم معاه لما جاء بيزوج بنته حفصة؟ قصة عمر بن الخطاب لما جاء بيزوج حفصة، مات زوجها، حفصة كانت صغيرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، راح لمن؟ قال لازم ازوجها، فقال بروح لابو بكر. جاء لابو بكر السلام عليك، قال عليكم السلام، قال ابو بكر عندي بنيتي حفصة ودي ازوجك اياها، قال والله اسمح لي انا مالي في العروس، انا يعني تأثر اقول لك ازوجك بنتي، تقول لا. قال بروح لعثمان بن عفان، يقول رحت لعثمان، عثمان يستحي، قال يا عثمان، قال نعم، قال اني اعرض عليك حفصة. قال عثمان بفكه 3 ايام، يستحي يقول لا مباشرة، قال 3 ايام وترى بدورك، يقول عمر، قال 3 ايام معود لك ان شاء الله. يقول جلست اليوم الاول الثاني الثالث ما جاء عثمان،
رحت ادور في البيت ما لقيتها، ادور في السوق ما لقيتها. يقول يوم جيت قالوا تراه في المسجد. يقول يوم اقبلت على المسجد الا عثمان بيطلع، يقول شافني رجع. يقول يوم رجع وكبر الله اكبر. يقول عمر قعد لان اشوف وش وراك. يقول اسمعه يقرا في سوره النساء طول. يقول يوم سلم قلت له رضي الله عنك يا عثمان، جيتك قلت لك بزوجك قلت 3 ايام، يوم شفتني هجيت ودخلت وتصلي بعد قال والله ما ابغى اتزوج. قال افا يعني هال3 ايام ليش؟ غضب عمر. راح عمر رضي الله عنه الى من؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله اني اشكي اليك ابا بكر وعثمان. قالوا شو العلم؟ شو العلم دي؟ طبعا عندي زياده هذه بس انها. فقال اني اتيت ابا بكر فعرضت عليه حفصه فاعتذر. يعني خاف ان بنته فيها شيء. وجئت الى عثمان وقال لي عطني 3 ايام افكر. ويوم رجعت لمره ثانيه شافني ودخل المسجد وكبر وتركني. ثم اعتذر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابشر ابشر يا عمر. يتزوج عثمان من هي خير من حفصة. وتتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وعثمان. الله أكبر. من اللي خير من بكر وعثمان؟ الرسول. قال انا اتزوجها يا الله أكبر. هل تقبل بي نسيبا وصهرا يا عمر؟ وش هالنسب العظيم؟ وطلع عمر مبسوط. يوم طلع عمر شاف ابو بكر وعثمان فدروا انه درى. قال انني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكيكما وحصل كذا. قال له ابو بكر وعثمان والله يا عمر انك عرضت علينا حفصة وهي من خيرة النساء من خيرة البنات، لكن كنا قبلها بليلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستشارنا في حفصة، كان ياخذ رأينا وش رأيكم اخذها ولا ما اخذها، فخفنا ان ابدينا سرا له قد انزل الله فينا قرآن الى قيام الساعة، وان قلنا لك نبغاها دخلنا على رسول الله وقامت القيامة ما ينفع، فحنا نعرف قيمتك وقيمة بنتك رضي الله عنها وارضاها. هذا يعطينا دلالة على ان البحث عن الزوجة او عن الزوج لابنتك واختك احيانا ليس الحمد لله خطأ، بل فعل ذلك الانبياء عليهم الصلاة والسلام، وفعل ذلك من بعدهم حتى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم.